وعليكم السلام. صافي سكورة بديت المحاضرة. ببعثك شو باشمهندس عمر، يا باشمهندس حضرتك؟ حضرتك سامعني كويس؟ اه تمام مع حضرتك يا باشمهندس. تمام، احنا هننتظر بس دقيقتين كده، ممكن الناس تكتمل ونبدأ ان شاء تمام الله. بإذن الله. التسلسل الصعودي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ عمر؟ وحشنا. الحمد لله، بخير اخبارك والله، ايه؟ الحمد لله ونعمة. الله يبارك فيك يا رب. تمام. الحمد لله كله تمام. سامحني انا مش لاحق اجهز حاجة يعني. لا احنا بنزورك استاذنا. الله يبارك فيك يا رب، والله انا بحاول. حضر الله يبارك لك يا رب. تقريبا مش يوسف، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله، يديك العافية، كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يكرمك، تسلم استاذ. يعني انا ملاحظ بالاسامي كلهم اساتذتي، يعني كلهم ناس تعلمت منهم كتير. دكتور وليد محفوظ طبعا استاذنا الكبير، واستاذنا محمد عبد الغني، وتقريبا يعني ومهندسه علا ومهندس ياسر، تقريبا كل اللي موجودين اساتذتي كلهم ناس على راس من فوق، ليه عظيم الشرف ان احنا كلنا موجودين مع بعض ان شاء الله. الشرف لينا يا عمر، انت دايما بتدينا طاقة ايجابية، وفضلك ويبارك فيك يا رب. الله يكرمك. أهلا
احنا لسه ما بدأناش، احنا منتظرين بس دقيقة واحدة تمام، عايز بس ايه الناس ما تجيش في نص الكلام. اهلا مهندس محمد حماد، استاذنا الكبير. نبدأ؟ أتمنى يا باشمهندس نبدأ يعني. إن شاء الله. تمام. اتفضل. أنا أتمنى بس الناس كلها يعني تعمل ميوت للصوت عشان كلنا نسمع حضرتك يعني. اتفضل. طيب النهارده إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، ألا البم في الاستدامة. تمام؟ يعني الموضوع ده من أهم مكان، إن إحنا إزاي نسخر البم في إن إحنا نستفاد منه في موضوع الاستدامة، إن إحنا نبني مباني صديقة للبيئة. تمام؟ طيب هي الأول حاجة الفكرة العمومية إن إحنا هنعمل تصميم وهنبدأ نعمل أكتر من بداية للتصميم ونبدأ نشوف أفضل تصميم، كل الحاجات دي بتتم من خلال الكمبيوتر. ايه هي الاستدامه؟ الاستدامه اللي هي تعريفات كتيره جدا، بس نقدر نقول ان احنا نغطي احتياجات الجيل الحالي من غير ما نيجي على احتياجات الاجيال القادمه. يعني انا الجيل اللي موجود حاليا انا هدي له الاحتياجات بتاعته، هو عايز يبني حاجه معينه هبني له المدينه اللي هو عايز. المدينه دي مثلا المفروض انها تتبني مثلا ب 1000 طن حديد، ما اعملش هدر في الموارد وابنيها ب 1100 1200، لان ده كده انا هاثر على اللي جاي شايل الموارد دي من فيها. ازاي اعمل الموضوع دوت؟ ان انا اقلل الهالك، ده من ضمن الحاجات، ده جزء من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، ان انا اقلل الهالك. ممكن يبقى فيها هالك كتير جدا بسبب ان التصميم كان مش مظبوط، تمام؟ فانا بستخدم البيم في ان انا اطلع افضل تصميم ممكن. ممكن يكون في هالك بسبب ان الفابريكيشن او ان احنا عملنا الحاجات في المصنع البري فابريكيشن عملناها اكبر او اصغر، فلما رحت الموقع لقيناها قصيره مش تنفع فرميناها، او لقيناها اكبر فقعدنا نقطع في جزء بقى هالك. ده الجزء الهالك ده حب يوصل في بعض المشاريع ل 40% من تكلفه المشروع، وما فيش مشروع ما بقاش فيه هالك، فاحنا بنستخدم البيم ده بحيث ان احنا نحاول نوصل الهالك ده لزيرو، ان ما بقاش فيه هالك. طيب اهم نقط احنا بنركز عليها في موضوع الاستدامه موضوع الطاقة، طبعا في نقط كتيرة بس دي أهم النقط. موضوع الطاقة، إزاي نستخدم البيم في تمام، إزاي نستخدم البيم في إن إحنا نعمل تصميم يكون فيه إنارة بالنهار، استفدنا من إنارة الشمس، استفدنا من النار الطبيعية، إزاي إن إحنا نعمل تصميم يكون كويس جدا فقلل من استخدام التكييف، إزاي نعمل تصميم يخلي فيه تهوية طبيعية. طيب موضوع التهوية الطبيعية الطبيعية دوت والنار الطبيعية ده هيفيدنا، نخلي بالنا في الجزء دوت يسهل علينا ان احنا نقضي على الفيروسات. يعني الفيروسات لما يكون في تهوية طبيعية ولما يكون في اشعة الشمس بتدخل، ده من ضمن الحاجات اللي تقلل وجود الفيروسات في المكان. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنخلي بالنا منها واحنا بنصمم المبنى ان احنا نصمم حاجة آمنة يكون فيها امن، ما يكونش في حاجة تقدر اللصوص تستخدمها انها تستخبى فيها او انها تسرق او كده، وحاجه تكون مصممه ان المكان يكون صحي. احنا بنقعد في المسكن بتاعنا 90% من الوقت، 90% من الوقت بنقعد فيه لا اما في البيت لا اما في المكتب
لما في الشباب زي حلقة انا ما بفرش على القهاوي، بس اغلب الشباب بيقعدوا على القهاوي وهكذا. تمام، هو مصلح الجرين بيلدينج، هو مصلح الجرين بيلدينج هيدخل فيه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها في التصميم بتاعنا ازاي نصمم مبنى صحي امن، يكون في متانه، يكون في شكل جمالي، لان لو كان شكله وحش الناس اللي هي معديه هتقعد تزعل علينا. لان لو واحد رسم لوحه وحشه غير لما واحد صمم مبنى وحش، اللوحه الوحش محدش هيشوفها، انما المبنى الوحش هيأثر على المكان. وفي قول تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا ايام الحرب العالميه الثانيه، كان بيقول فيها ان احنا بنصمم المباني وبعد كده المباني هي اللي بتتصممنا. كان بيقول الكلام ده لما جم يصمموا مبنى زي مجلس الشعب عندنا كده، مبنى اللوردات، تصميم جديد، فقال لك لا احنا عايزين نكون ضيق والناس قريبه من المبنى. هو بيقول المبنى لو احنا صممناه كويس وصحي الناس الموجوده جواه هتبقى صحي. صحي لو احنا صممنا مبنى صديق للبيئه، مبنى اخضر، مبنى فيه نوع من انواع الاستدامه، المبنى بيبقى عامل زي في مخلوق كده بيسموه هو عباره عن حيوان بينمو جوه زي قشره كده صلبه، فهو بياخد نفس شكل القشره. نفس الفكره، احنا لو المباني بتاعتنا ضيقه او مباني غير صحيه ده هيأثر علينا. فعشان كده احنا مهتمين جدا ان احنا نعمل برضه اللي احنا مهتمين بيها ان احنا نوفر الميه، عايزين افضل تصميم بحيث ان الادوات الصحيه نتاكد ان دي هتوفر لنا ميه وهتبقى فيها اقل استخدام للميه. في اجهزه وبنعمل مقارنه بين الجهاز العادي وبين الجهاز اللي هو بيطلع رذاذ من الميه، بحيث ان الواحد اللي بيستحمى ما يستهلكش ميه كتير. احنا عندنا ازمه ميه على مستوى العالم، تمام، فلازم ان احنا نوفر استخدام الميه، ما نعملش هدر في المياه. في برضه موضوع الماتيريال، وفي في محمود كان بيتكلم على موضوع اللين كونستراكشن دي او اللين مانجمنت. دي فكره جميله جدا ان احنا نحاول نوفر الهدر. طب بنوفر هدر ازاي؟ نعمل ونستخدم البريم التصميم بتاعنا ونعمل دراسه للتصميم بحيث ان نقدر وخلصنا. تمام، فهنلاقي مثلا في موضوع الطاقه دوت ان احنا نحاول نقلل استخدام الطاقه، نحاول ان احنا ندور على مصادر بديله، ونحاول ان احنا نستخدم الطاقه الشمسيه. ممكن الطاقه الشمسيه بالنسبه لنا اغلى فقط، يعني ممكن تبدا تعمل مقارنه. انا عملت مقارنه عن البيت اللي هي كهرباء الطاقه بتاعت الطاقه الشمسيه واختار افضل واحد فيهم. ممكن ان احنا نستخدم الموقع نفسه، في برامج متخصصه في الانفر نقدر نختار افضل موقع، لو اخترناه هيوفر لنا طاقه من خلال ان في شمس كويسه مثلا او موقع كويس وهكذا. موضوع الميه برضو ان احنا نقلل استهلاك الميه وان احنا نختار حاجه جري ووتر وهكذا. طيب، وان احنا برضو الماتيريال نبدا نقارن بين البدائل، نستخدم ماتيريال تكون اسهل وافضل من الماتيريال الاخرى. دي كذا رساله ماجستير ودكتوراه في موضوع المقارنه بين البدائل. بنبدا نحط ماتيريال معينه قلب البرنامج، وبعد كده بنشوف حاجه ثانيه ونبدا نقارن بينهم ونبدا نختار افضل حاجه للمبنى. طيب، هل هيأثر على الكوكب لو احنا صممنا المبنى؟ الحسابات بتقول ان المباني بتستهلك 46% من الطاقه المجمله كوكب الارض، و100 في تمام. طيب، ففي استهلاك كبير جدا من موضوع الطاقه دوت، بالذات في المباني. لو احنا قدرنا نتحكم في الطاقه بتاعت المباني هنوفر كتير جدا. الكونستراكشن بتستهلك 53% من الماتيريال، ففي هدر بنسبه كبيره جدا توصل ل 40%. فلو قدرنا ان احنا نوفرها هنوفر ماتيريال كتير جدا على مستوى الكوكب كله. برضو الكونستراكشن ده من اكبر الاقتصاديات بعد الطعام. طبعا اكتر حاجه تجاره على مستوى العالم كله هي البنزين وبعد كده القهوه. طيب، 13 مليون طن من الماتيريال بتوصل للموقع ولا تستخدم، لما بنلاقي
اللعبه دي، لا اما حد الملك مش عايزها. ففي هدر كبير جدا، في 99 مليون طن ويست هدر، فاحنا عندنا هدر كتير جدا في موضوع الصناعات. حتى في بريطانيا 21% في هدر وفيها مواد فيها مشاكل. فدي الحاجات دي لو قدرنا نسيطر عليها هنقدر ان احنا نخدم كوكب الارض وان نقلل الهدر. تمام، زي ما احنا شايفين في هدر كتير جدا، وخصوصا في مرحله التشغيل. فاحنا في البيب بنقدر نعمل حاجات قويه جدا في الفاسيلتي مانجمنت، بحيث ان احنا نقدر نسيطر على المبنى ونقدر اوتوماتيك نطفي اي حاجه ما فيش حد يستخدمها. يعني حتى ممكن في المدن لو في شارع ما فيش حد بيمشي فيه، هي اوتوماتيك كل اللونات تتقفل، واول ما حد يمشي تيجي اللونات واحده قدام واحده وراه وهكذا. فيبقى في الاستفاده للشخص بس، انت الاناره قايده طول اليوم. تمام، طيب فاحنا بنقول ان البيم هو اللون بتاعه اللون الاخضر، ان احنا ازاي اهم حاجه بالنسبه ان احنا ازاي نعمل مباني صديقه للبيئه ويكون فيها نوع من انواع الاستدامه وتوفر في الطاقه وتوفر في الميه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي قيم اكبر ان المبنى ده معروف ان هو صديق للبيئه. فبتلاقي ان الكلاينت ساعات كتير جدا بيطلب في المواصفات بتاعت المبنى ان انا المبنى بتاعي صديق للبيئه، بس ممكن وانا بصمم مش متاكد او مش عارف او كده، فبستخدم البيم عشان اتاكد ان دي فعلا الحاجه دي كويسه، بدل ما استنى حد قفل مشروع وبعد ما يسلم المشروع ابدا انا استخدمتها بالشيء المناسبه للمكان دوت. يعني ممكن تكون في ماده مناسبه لبلد وبلد تانية مش مناسبه. يعني سبيل المثال بره مثلا ما عندهمش الشمس قويه، فبيعمل المباني الواجهه بتاعتها كلها ازاز، انما احنا هنا عندنا الشمس قويه جدا، فلما تعمل واجهه ازاز بيبدا يخزن الشمس جواه وبيخزن الحراره جواه وهكذا، فده بيعمل الحراره المبنى بيسخن بسرعه، فبتضطر تركب اجهزه تكييف عاليه جدا، فده بيبقى انت كده بتعمل اهدار للطاقه، عمال تحط اجهزه تكييف عشان المكان اللي انت تقدر اصلا تتحكم في الطاقه اللي فيه. فيعني احنا لو قدرنا نصمم حاجه كويسه تدخل هواء كويس، تدخل نار طبيعيه ما تحبسش الحراره جواه، كل ده هيخلي استهلاك الطاقه اقل ويخلي الشخص اللي قاعد موجود في المكان مستريح نفسيا، وده هيخلي امراض كتيره جدا بتصيب الانسان سواء تنفسيه سواء نفسيه سواء كذا كذا الانسان يتخلص منها كلها، لان هو المبنى اتعمل مظبوط. ففكره في فرق كبير بين مبنى صمم والناس قاعده فيه او صمم واحد معماري فاهم ايه اللي هو دوت هيسكن فيه بشر ولازم يكون مهيئ ليهم ومخصص ليهم. فاحنا زي ما انت شايف بنعمل بعض التحاليل. كان ممكن الحاجات دي تتعمل ببرامج غير برامج البيم، بس البرامج البيم بتعملها وبتصدر الشغل جاهز لبرامج متخصصه مش برامج بيم بس، تقدر تفهم في لغه مشتركه بينهم. يعني على سبيل المثال اسمه ديزاين بيلدر، ده موجود من زمان، بس الفكره كلها ان كنت تقعد ترسم اسبوعين ثلاثه تقعد ترسم مبنى عليه، ولو حصل اي تعديل لازم تخش ترسمه في ديزاين بيلدر وهو غير مخصص للنمذجه، فبياخد منك وقت كتير. دلوقتي بصمم الموديل بتاعي على اي برنامج من البرامج وبشوف افضل زاويه ليه، وبشوف لو انا زودت مثلا الحته دي هيعمل ظل ولا لا، لو انا صممت المبنى مثلا حرف سي وسبت فناء داخلي ايوه افضل ولا لا، وكل الحاجات دي سهل جدا انها تتعمل ونبدا نشوفها ونشوف النتائج في ثواني. نقدر نصدر الموديل ده لاي برنامج من برامج التحليل الحراري، التحليل الانشائي، التحليل المناخ، تحليل الظل، كل الحاجات دي نقدر نحللها ونبدا نشوف افضل نتيجه. نتائج بتقدر تختار بسهوله الحاجه الانسب للانسان. وفي حاجه اسمها ريتنج سيستم. ريتنج سيستم دي هنتكلم عنها في انواع منها كتير، منها النوع اللي هو الليد هنتكلم عنه. ده مش اسلوب من اساليب السستينابيلتي، هو نوع من انواع القياس بيديني مؤشرات عشان يتاكد انا وصلت لقد ايه، هل انا بحقق الحاجه دي ولا لا، يعني هل انا فعلا ماشي صح ولا لا. يقول لي مثلا هل انت بتوفر الماء ولا لا، طب لو بتوفر الماء بنسبه قد كده هديك درجتين، لو بتوفر بنسبه قد كده هديك ثلاث درجات وهكذا. هنتكلم عنها بس هي الفكره نبذه كده سريعه. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقى ايه الفكره كلها. الفكره كلها ان انا بدخل كل المعلومات، ده فكره البيم. بيم يعني بيم مانجمنت، يبقى لازم يكون في معلومات.
لو انا بعمل حاجه شكلها حلو بس ما فيهاش معلومات يبقى ملهاش اي لازمه خالص. وخلينا نخرج كده بره الموضوع كده دقيقه كده بعد اذنكم ونرجع تاني. الفيروس اللي هو خروج وخطورته ان احنا ما عندناش عنه معلومات، مش عارفين هل هو في السوق بيقل ولا بيكتر، هل هو نقدر نقضي عليه مثلا بحاجه معينه، هل هو بيهاجم الجهاز التنفسي ولا بيهاجم الدم، مفيش معلومات. عشان كده الموضوع خطير. لو عندنا معلومات نقدر نتحكم، نعمل مانجمنت عليه ونعمل كنترول عليه. فهي المشكله ان احنا ما عندناش تحكم فيه، فعشان كده مش قادرين نسيطر عليه. انما لو عندنا معلومات هيبقى حاجه زي دور برد كده، تاخد له برشامتين او مرض انفلونزا تقضي عليه. تمام. فانت لازم تدخل معلومات. هندخل مثلا معلومات ايه على اساس الاستخدام دي تشتغل معانا، او نعمل محاكاه او الحاجات دي، او نقدر نشوف البرنامج. اول حاجه بندخلها مثلا فلور بلان، لازم تكون عندك معلومات في البولز، الروف، اليو فاليو بتاعتها، اللوكيشن، شكل المبنى، نظام التكييف هيبقى ايه، اللوتنج سيستم اللي هي الانتريور، عدد الغرف، كل غرفه ومكانها فين وايه اللي حواليها، وهل في حاجه حواليها مثلا مكيفه ولا مش مكيفه. كل المعلومات دي بنبدا المكان بتاع المبنى موجود فين، عدد الادوار بتاعت المبنى. كل ما بتدخل معلومات كتيره ومفيده وفي محلها، كل ما هتاخد حاجات كويسه جدا. هتاخد ايه؟ الاستخدام بتاعت الانرجي، هتاخد حسابات التكييف، هتاخد الهيتنج اند كولنج لود، هتاخد ثيرمال اناليسيس، تاخد ذا لايتنج ديزاين، اللايف سايكل اسسمنت، اللايف سايكل كوست، الاستخدام بتاعت الميه. في بعض الحاجات برضه يديك ليد هتاخد فيها قد ايه عشان كده حضرناه هندخله تاني. انرجي ستور هيبدا يديك مقارنات كتيره جدا. طب لو انا استخدمت الاداه اللي هي موفره للميه او موفره للطاقه دي هيكون احسن، ولا لو استخدمت حاجه عاديه تكلفتها تبقى كذا. طب الثانيه دي بتاعت اللي هي صديقه للبيئه دي اغلى سنه، طب الاغلى سنه هقدر اوفره خلال قد ايه؟ يعني عشان مثلا اشتغل بالطاقه الشمسيه واشتغل الالواح الشمسيه هيكلفني مبلغ هيعود عليا بعد ايه؟ ممكن يكون مثلا المكان بتاعك بعيد عن الكهرباء فهتلاقي نفسك بتوفر كتير جدا. انما لو انت قريب من الكهرباء فمش هتشتري سلوك ومش هتمد سلوك فممكن تلاقي التكلفه هي هي. فبتبدا تدرس الموضوع وتبدا تاخد قرار بناء على معلومات. عشان اخد قرار لازم يكون عندي معلومات، مش بالفقاقه ولا بالخبره السابقه ولا كده، لا بتبدا تطلع لك نتائج وتطلع لك دراسه للحاجات ديت وما بتاخدش وقت. فهي بندخل المعلومات، بندخل على اي برنامج من البرامج بتاعت البيم، وبرامج البيم دي بس جي بي اكس ام ال غالبا او اي اف سي. وبعد كده باخد المعلومات ديت وابدا اعمل لها اناليسيس لديلايت ل سي دي سستينبل ديزاين، مقارنه بين الماتيريال سستينبل ماتيريال، نبدا نشوف افضل ماتيريال موجوده. يعني ممكن يكون مثلا عايز زجاج معين فعندي 50 نوع من انواع الزجاج، فببدا اعمل مقارنات وابدا انسب حاجه ليهم ايه. فهي الفكره كلها ان انا ببقى عندي المعلومات وابدا اعمل لها تحليل وباخد المعلومات اللي عايزها. دي مثلا حاجات مثلا امثله على موديل بتعمل مثلا تحليل للاناره، لو في مثلا شباك مفتوح النار تدخل فين، انا محتاج ان انا اركب حاجه بحيث تدخل الاناره افضل، تحليل للحراره اللي موجوده. الكلام ده سواء لمدينه كامله او لشقه او لبرج او ايا كان المبنى، في برامج متخصصه جدا دي الانرجي وان احنا نعمل سيموليشن. فالموضوع دوت بيخلينا نقدر نتحكم في الطاقه ونتحكم في استهلاك الميه والماتيريال اللي احنا هنستخدمها. طيب الكلام ده المفروض يبدا بايه؟ يبدا من اول يوم في انواع المشروع ويستمر معنا. وطبعا كل اطراف المشروع بتشترك معانا، وانشائي وكهروميكانيكا بيبدا يدخل المعلومات اللي هو محتاجها واحنا نوفرها، وكله بيبدا يحط في قلب الموديل. هو موديل واحد وكل واحد بقى بيجيب مثلا معلومات من المصنع، كل معلومات من الكهرباء يحطها بحيث لما نطلب منه اي معلومه يدينا معلومه قويه ومعلومه في مكانها. فانت بتدخل المعلومات الخاصه بالستراكشر، التكييف، الالكتريكال، البايبنج، الانرجي اناليسيس، كل الحاجات ديت دي موجوده في البيم زي ما انت شايف. موديل كل الحاجات الخاصه بال
المبنى كأن في مبنى موجود حاليا، وانت بتقرا الاستهلاك بتاعك مثلا، استهلاك الكهرباء، استهلاك المطب، كل الكلام ده بقى على الموديل. ان انا لو انا غيرت الحاجه دي بحاجه تانية، هل هتوفر ولا مش هتوفر معايا؟ للاريا اناليسيز، للسولار اناليسيز، بنبدا نعمل تحليل للماتيريال. طيب اشهر حاجات في الريت، كنا اتكلمنا عن الليد وده الامريكي وده الاشهر، في البريم اللي هو البريطاني. طبعا في دول كتير بتستخدموا البريم وفي دول كتير بتستخدم الليد، يعني دول اشهر نظامين، وكاد يكون الليد هو رقم. في عندنا الالماني دي جي ان بي، وده يعني من الحاجات القويه جدا. الاستدامه ده في الامارات، الجي سي اس في قطر، في الارز في لبنان، وفي في مصر ايجيبشن جرين بيلدينج، وما شاء الله ده يعني قوي جدا. في نقطه قويه جدا جرين بيلدينج مش موجوده في اي نظام اخر، اللي هو النظام الهرم الاخضر اللي هو دوت، بيدي درجات لو انت مطبق البيم. لو انت مطبق البيم بتاخد درجتين، لو مطبق بتاخد 3 نقط، لو انت مطبق البيم مع الاستدامه مع الفاسيلتي مانجمنت بتاخد 4 نقط، وده من افضل الحاجات. يعني مفيش نظام تاني زي على البيم بالقوه دي. طيب فاحنا من الحاجات الاساسيه عشان نبدا الشغل بتاعنا، البيلدنج لوكيشن المكان بتاعه، الاورينتيشن الاتجاه بتاعه. ممكن لو لفيت المبنى بس كده 10 درجات تفرق معاك كتير جدا. نحاول ان احنا نشوف صوامات الميه ازاي نتحكم فيها. الاوت دور اير ديليفري مونيتور، ان احنا نراقب الهواء وكده. الفنتليشن، ثيرمال كونفورت، والراحه الحراريه. زي بقى الصن والشادو نبدا ندرسها، الرياح، السولار لود، الدي لايت، الانرجي كود. تخيل بقى ان كل واحده من دول عندك برنامج مستقل، كل واحد من دول بتعمل موديل جواه عشان تعمل التحليل بتاعه. يعني السي اف دي عندك برنامج بتاع سي اف دي زي برنامج اناليسيز او اوتوديسك سي اف دي، تقعد تعمل موديل من اول وجديد، فتبذل جهد، فانت محتاج تبذل 20 مره تعمل موديل من اول وجديد. فالبيم حلك المشكله ده ان انت تعمله مره واحده وتاخد نفس الموديل، تديه كل البرامج دي وتبدا تعمل لها التحليل بتاعها. ده مثلا فيزيكال موديل اهو موجود. في تحليل تاني للترانسبورتيشن اوف ذا سوفت وير، في سان لايت اللي هو السي اللي هو دوت، ده حتى ممكن تعمله جوه الريفت. طبعا في برامج بتبقى متخصصه اخطر زي برنامج مثلا الايكوتكت، وان كان يعني عشان نتكلم بصراحه في برامج قويه جدا بس الشركه ما بقتش تدعمها، فالافضل ان انا اسيبها لبرامج تانية. يعني برامج الايكوتكت من اكتر برامج الواحد بيشتغل بيها وبتطلع نتائج حلوه وكويسه جدا، بس هي الفكره كلها ان البرنامج ما بيدعموش، فلو في اي تطوير مش هتلاقيه موجود في البرنامج. زي برنامج فزاري من اسهل البرامج واقوى البرامج وبيتعامل مع الريفت وكل حاجه، بس الشركه وقفته، فانت خليك مع ده هيكون افضل بكتير. تمام. عندنا الويند اناليسيس، تحليل الرياح مثلا في الاف هوت. عندنا مثلا مدينه، طبعا نشوف الرياح لو جت كده مثلا، او بنيت سور مثلا، او بنيت مبنى هنا هيأثر ازاي وهكذا. الشادو هو كولر اوف ذا شادو رين، هنا برضو بعض تحليل الشيدنج اناليسيس هو البي، هنا بيحلل الثيرمال اناليسيس، هنا الشادو رينج، السولار اكسس. فانت عندك الموديل بيلدنج جيومتري، الويزر، الاتشفاك سيستم، الانترنال لود. فمفيش حد مهندس يقول الاستدامه مش تبعي، لا، كل واحد الاستدامه بتدخل في التخصص بتاعه، وهو بيستفاد من الاستدامه، هو بيقدر يعمل حاجه صديقه للبيئه. فتقدر ان تعمل بيلدنج سيموليشن اللي هو البي بي اس، من خلال التعاون كل الناس والانفايرمنت والاتشفاك سيستم والبيلدنج انفلوب والكيومنت، تقدر تخصص كل الحاجات دي. وبرده من اول حاجه في المشروع بنعمل سايت اناليسيس، بنبدا نشوف السايت نفسه هيتعمل ازاي، ولو انا ما عنديش حته ارض معينه اقدر اختار افضل ارض يتعمل عليها المشروع. بنعمل انرجي موديلنج، ممكن تعمل بس كده ايه شكل الكتله، هو البرنامج يبدا يتخيل ان هو ادوار ويتخيل في شبابيك، ويبدا يعمل لك اناليسيس ويبدا يديك اكتر من اختيار
الاطار وبدا يزيد استخدام الحاجات دي. برضه في موضوع كربون وده مهتمين بيه جدا في بريطانيا وعاملين له اكواد، فبتبدا تعمل محاكاه لاكثر من حاجه وتبدا تشوف افضل حاجه بحيث نقلل الكربون في دي. هو الكربون فوت برنت مهتمين بيها وبيبداوا يشوفوا افضل استخدامات، وفي اكواد ليها في بريطانيا ان احنا نقلل التلوث. برضه موضوع الماتيريال ان احنا بنحاول اثناء ما احنا بنبني نقلل الهدر في الموارد، بنحاول نشوف فقال هدر في الموارد، احنا بنصنع هدر في الموارد واحنا شغالين بنحاول برضه نختار افضل افضل الماتيريال اللي تخلي الراحه للموجود في المبنى، بتدخل النور وفي نفس الوقت ما بتحبسش الحراره جوه المبنى الا لو احنا محتاجين ان احنا نحبس الحراره. ده مثلا مثال ده جوه الريفت بنبدا نشوف المعلومات هي بتاعت المبنى، ممكن تستخدم نتالي بيبدا يديك تحليل للمبنى اهوت. هنشوف كذا برنامج دلوقتي بيعمل تحليل للمبنى بشكل قوي، طبعا كل واحد فيهم قوي في حاجه تمام. انت ممكن تستخدم السكادول اللي موجود جوه الريفت. السكادول جوه الريفت احنا بنستخدمها قبل كده في كذا مشروع ان هو يديني المعلومات، يعني الريفت او الاركيكاد بيبقى فيه معلومات، فانا بعمل سكادول وخاص مثلا بالليد او بالجي ساس او باي نظام من النظام دوت، بقول له مثلا ابدا ادرس لي كم نسبه المساحه الخضراء. كم نسبه المساحه الخضراء بالنسبه لمساحه الفلور اللي محتاجين عشان ناخد بعض النقط على سبيل المثال. فبنعمل كذا سكادول موجودين جاهزين فاضيين من قبل ما نبدا المشروع. احنا مثلا المشروع بيبدا يجيب لي النتيجه ان دي نسبتها قد كده، هل انت حققت تمام؟ يعني كان في قبل كده مشروع ولازم نسبه المساحه الخضراء لنسبه المباني تكون نسبه كذا لكذا، لو انت ما حققتش النسبه ديت هتخسر بعض النقط والمشروع ان انا احقق نقط معينه. فدي مجرد ان عملت الجدول دوت بدا هو يطلع لي النتائج اللي اقدر ابعتها على طول اعملها سبورت من غير ما اعدل فيها حاجه او ابدل فيها اي بوك. ده هنا برضو ماتيريال يوز، ممكن تستخدم الماتيريال ديت او ممكن تعمله كذا. فبدا يشوف افضل استخدام وبيعمل اناليسيس ليها واختار هو الحاجه بالخشب. برضو استخدام الوتر، عندي كذا التواليت ممكن تستخدم نوع مثلا في زرار واحد فينزل ميه مره واحده، ممكن يبقى في زرارين لو حسب الحاجه اللي انت عايزه وهكذا. برضو الاحواض، يعني في كذا حاجه تقدر تستخدمهم. ف باستخدام الادوات بتاعه البيم بقدر اقارن بين البدائل وابدا اشوف افضل ايه تمام، بحيث ان انا استخدم حاجه توفر لي وفي نفس الوقت ما يكونش تكلفتها عاليه. ممكن تكلفتها عاليه تكون تكلفه عاليه وما تحققليش المراد ليا تمام. ده مثلا هو السستينابيلتي في مدينه كامله، بنقدر نحط كل ده على البرنامج في برامج زي مثلا اي بي سي اي بي اس، تقدر تحط هو يبدا يقول لك اذا كنت هتقدر تحقق الاستدامه في المدينه، بيقدر يقول لك الفريش اير هتعمل ازاي مثلا اللايتنج اناليسيس. في برامج متخصصه وفي كل برامج متخصصه في اللايتنج اناليسيس بتاخد من برامج البيم على طول، اصبح في لغه مشتركه. يعني هم عاملين حاجه اسمها بالمنظمه بتبدا تشوف افضل حاجه بحيث كل برامج البيم تدي لكل برامج الاستدامه باسلوب سهل جدا، كان هم بيختاروا لغه مشتركه تتناقشوا فيها. فمجرد ان انا في جي بي اكس ام ال يدخل على البرامج الثانيه ويبدا يعمل اناليسيس للموضوع. ولو انت مبرمج تقدر تلاقي سهوله جدا ان انت توفر كل عناصر المبنى وتخليها تعمل الاناليسيس، عكس لما تاخد حاجه مثلا كاد او حاجه زي كده ما بتبقاش فاهم الخطوط دي عباره عن ايه، انما في البيم لا بيبقى سهل جدا بجهد بسيط جدا تقدر تبرمج الحاجه ان هو يعمل لك تحليل للاناره، هل الاناره اللي انت حاططها دي كافيه ولا في جزء مش وصل له الاناره ولا في جزء الاناره زايده وهكذا. فبتبدا تعمل دايلايت فاكتور دايلايت الدي جي بي واليوتيوب ديت تقدر تعمل لها اناليسيس في قلب البرنامج، وتظهر معاك حاجات 2 دي و 3 دي ويبدا يقول لك ايه الاماكن اللي ما فيهاش اناره محتاجه ان انت تزود لها اناره، بدل ما تعمل مبنى وتتفاجئ ان في نور فيه مثلا مش كافي. لو انا عندي مثلا فتحه في السقف مثلا توصل لحد فين والاناره الطبيعيه واصله لحد فين
هل الاناره دي هتبقى مضوء، اركب حاجه مثلا تسد الاضاءه شويه او اصغر فتحات او اكبر فتحات، كل دي بتتعمل لها تحاليل وهو بيبدا يقول لي ايه افضل حاجه. طيب هو المهندس محمد بيقول ان هو هيفصل كام 5 دقايق وهندخل تاني على نفس الرابط، تمام، وهحط له حاجات في الشات دلوقتي قبل ما نفصل. هو عبارة عن كتاب إن شاء الله يكون مفيد في الجرين بيم للمهندس ياسر أو سعود والمهندس حماد ودكتور رياض العبد، مشكور يمكن عملوا كتاب وحاطينه اوبن سورس لو حد عايز يطلع عليه، تمام، وان شاء الله تبقى فيه شهادات للمحاضرات. مجرد بس المهندس محمد حنفي يحط الرابط، يسجل اسمه الايميل بس، وان شاء الله اللي حضر محاضرتين الشهاده ان شاء الله. يعني هو حاطط قواعد معينه هو يقدر يقول احسن مني باذن الله، تمام. طيب هو ان شاء الله هيفصل خلال 4 دقائق، فنكمل. هو هنا مثلا بيحلل برضو الإنارة، مثلا عندي هنا مبنى مثلا في دراسة للطلاب، فبيبقى يحدد الإنارة ويبدأ يشوف مثلا الإنارة الأفضل تكون مثلا عند المدرس، ويبقى في جزء مثلا في مشكلة في الإنارة، ممكن الإنارة لو زيادة الطلبة يحصل لهم زغللة ما عرفوش إن هم يركزوا، تمام؟ أي ده مثلا تحليل الإنارة بتاع الإهتمام ده من خلال برنامج الريفت من غير ما نسطب أي أدنس عليه. في أدنس كتيرة بتسطب جوه الريفت بتعمل الموضوع ده، واقدر اصدر من القلب الريفت لبرامج احسبهم احسنهم ديزاين بيلدر. ديزاين بيلدر من اقوى البرامج حقيقه، يعني بعد تجربه عشرات البرامج. طبعا كل واحد ليه بيشوف ان البرنامج افضل من البرنامج، بس هو يعني يقدر مثل ان الشركه بتاعته بتطور فيه ما بتلاقوش زي برامج زي التزاري زي الايكوتكت، تمام. طيب واحنا شغالين في البيم عشان نقدر نعمل تحليل ونصب على الناس لازم ندخل معلومات كتير قوي، زي هل في الواجهه في ازاز مثلا ولا لا، طب بنسبه قد ايه، طب استخدام المبنى عباره عن ايه، هل هو مختلف تماما لما يكون المبنى ده بيستخدم اوفيس غير لما يكون هوسبيتال مستشفى، غير لما يكون مدرسه، غير لما يكون مبنى حكومي، غير لما يكون مبنى سكني، تمام. اه تمام مظبوط. واحد بيقول في ديزاين بيلدر بيبقى في مشكله في الجيومتري، الناس من كثر الشغل بتبدا تعرف المشاكل وتحلها. في خصائص لي الفائل الخصائص بتاعتها، اليو فاليو بتاعتها، الول، كل الحاجات دي نبدا ندخلها وبتدخل معلومات مظبوطه فبيطلع لك التحليل المظبوط، بس لازم تدخل معلومات مظبوطه. ده برنامج الاي هو بيبقى لمدن كامله، تقدر ممكن تديله الجيومتري بتاعت الاشكال وهو يبدا يعمل لك التحليل بتاعها، ويستخدم في مدن كامله موجوده في المنطقه العربيه. اهوت مثلا مبنى جوه مثلا المبنى اهوت، فبدا يحلل الواجهه الخارجيه ديت انت من السولار، وبدا يشوف الشعاع الشمس هيبقى داخل ازاي، وهل هيبقى لطيف ولا مش، بدل ما تصممه في الاخر تكتشف المشكله. وانت بتصمم تقدر تعمل محاكاه وتبدا تشوف، بتبدا تشوف برضو المناخ عامل ازاي في الصيف وفي الشتاء وفي الفصول بتاعت السنه، درجه الحراره، تقدر تحدد الهيتنج عند كل انجلود. كميه المعلومات اللي انت بتدخلها او اللي انت شغال عليها في برامج البيم بتبقى مهوله، بس افتراضيه كتيره بتسهل عليك، زائد ان هو بيطلع نتائج كويسه جدا، يعني بياخد منك البيانات ويديك حاجات رهيبه جدا بتسهل عليك. هنا مثلا تحليل الهيتنج اند كولينج لود، ده كان مبنى بسيط جدا، مجرد بس حطينا الغرف والروم بدا يحلل كل غرفه وبيديني الاستخدام بتاعها والفوليوم وداربنج اير فلو وكل الحاجات دي، من خلال ان احنا رسمنا حاجه بسيطه جدا، ما بذلناش جهد كبير جدا عشان نعمل الموضوع دوت. الوزر معلومات برضو بتبقى كل الحاجات دي بتبقى في قلب البرنامج، في برامج متخصصه، وجوه برامج البيم هو بيبدا يدخل لي موضوع القشري جاهز، يعني هو بيبقى جوه كتير جدا ما بضطرش ان ادخلها تاني، هي بتبقى قاعده بيانات البرنامج. طيب هنفصل وندخل تاني ان شاء الله على طول. شكرا جزيلا.